لا تحزن، لا تحزن أن الله لم يستجب دعائك إلى الآن، لا تحزن، فربنا لم يؤجل إجابة عبثا ولا هملا، بل هو قد فعل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها. فانتظر هذه الحكمة إلى أن تنكشف لك بجمالها ومفاجآتها السارة التي طالما عودنا الله عليها. وقد فعل ذلك سبحانه مع من هو خير مني ومنك، يعقوب عليه السلام. يعقوب جلس يدعو ربه 40 سنة لكي يرد الله عليه ابنه وحبيبه يوسف عليه السلام، حتى أنه فقد عينه من شدة البكاء. وبعد كل هذه السنوات، بعد كل هذا، استجاب الله تعالى دعاءه. أما نحن فليس لدينا دعوة معينة ننتظرها منذ 40 سنة إلى الآن لم تتحقق، لا يوجد. وفي نفس الوقت نحن لسنا أفضل من يعقوب عليه السلام، فلماذا اليأس؟